احنا بنشكل هارموني مش موجود في اي حتة من العالم. انا حزين ان النهاردة ولولا بنضرب هذه بواحدة من الهارمونية اعز ولولا هذا مظاهر الهارموني ولولا هذا الهارموني ما كان هذا المخطط لمسبيرو وصل ومش بينا هينجح لحد دلوقتي. صدقني مش والله مش هينجح، هينجح مش هينجح ولكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء للشعب الله ان المصري، شاء الله مسلم ان شاء كان الله. او كلنا مسيحي، هو اللي متفائلين، حافظ انا مصر لسه على ونتمنى تفاؤلي على الخير. فكرة، بس زعلان يعني. انا طبعا حزين بس كلنا طبعا طبعا سور متفائل المصريين طبعا. في حالة حزن شديد وبرضو اؤكد مرة تانية والرهان يعني، الان على الشعب المصري وحزين على وكل الاموات فرد من الجانبين، طبعا. من في المسيحيين النهاية واللي هم ماتوا، هم مصريين اخواتنا و اخواتنا يعني. يعني الاخبار برضو نحاول ان احنا نخرج بره المجال دوت. خبر من الاخبار الايجابية، البورصة تربح 1.5 مليار جنيه، وأصدرت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاع اليوم الثاني على التوالي، واسترد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.5 مليار جنيه ليصل إلى 314.1 مليار جنيه بعد نفي مجلس الوزراء تقديم الحكومة استقالتها. هنروح لخبر من جريدة الجمهورية الصفحة 4، اجتماع وزاري موسع برئاسة شرف، أموال التأمينات في وضع مستقر وتفي بالاستحقاقات المطلوبة، الدولة ضامنة وملتزمة بسداد ديون الصناديق التأمينية باعتبارها دينا داخليا. وزراء الخارجية العرب يبحثون أوضاع سوريا. أكد دكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة الدول العربية استعداد الجامعة العربية لمواصلة جهودها واتصالاتها مع الحكومة السورية ومختلف أطياف المعارضة السورية من أجل التوصل إلى صياغة تضمن تحقيق الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والبدء بحوار وطني شامل يفضي إلى تحقيق طموحات الشعب السوري. كشف الأمين العام للجامعة عن وجود مشاورات بين وزراء الخارجية بشأن عقد اجتماع لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث الموقف في سوريا. آخر خبر معانا، كل سنة حضراتكم طيبين، الناس بتعيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يعني تكون أيامه سعيدة على كل المصريين. استعدادا لعيد الأضحى، طرح 520 ألف رأس ماشية من الإنتاج المحلي الأسبوع المقبل، الأسعار تتراوح بين 25 و26 جنيه للكيلو البقري و22 و23 للجاموسي و26 و32 للأغنام. والخبر ده كان من الأخبار المحلية صفحة 14 بجريدة الأهرام، وده كان آخر خبر معانا. يمكن أخبارنا النهاردة كانت ساخنة بسخونة هذا الأسبوع وقسوته على كل المصريين. شكرا لحضرتك أستاذ علي، جدا. نتمنى الأسبوع الجاي إن شاء الله تكون أخبارنا أفضل، ودايما نلتقي وتحليلات حضرتك تشرفنا. شكرا لك. هنروح مع حضراتكم فورا إلى السويس ونتعرف من خلال التقرير القادم على الحركة المرورية داخل شوارع السويس ولأي أي مدى هل هناك سيولة أم مشكلات، والتقرير مع الزميلة حنان عبد الرحمن. بسم الله الله أكبر. بسم الله.
البطل إبراهيم الرفاعي. التحق بالكلية الحربية عام 1951 وانضم عقب تخرجه إلى سلاح المشاة. كان ضمن أول فرقة صاعقة مصرية لفت الأنظار بشدة لشجاعته وجرأته. تم تعيينه مدرسا بمدرسة الصاعقة وشارك في بناء أول قوة للصاعقة المصرية، وشارك في الدفاع عن مدينة بورسعيد أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، ثم انتقل لقيادة وحدات الصاعقة للعمل كرئيس عمليات. قاد مجموعة من الفدائيين وهي المجموعة 39 قتال للقيام ببعض العمليات الخاصة في سيناء أثناء حرب الاستنزاف، وأصبحت عملياتها مصدرا للرعب والدمار على العدو الإسرائيلي، فصار الانضمام إليه شرفا يسعى إليه الكثيرون من أبناء القوات المسلحة. وبدأت معركة 6 أكتوبر وانطلقت كتيبة الصاعقة التي يقودها البطل في عملياتها الناجحة. وفي 18 أكتوبر تم تكليف مجموعة البطل بمهمة اختراق مواقع العدو غرب القناة لتدمير قواته ومدرعاته ومنعها من التقدم. وبالفعل كبد العدو خسائر كبيرة، وقام هو ورجاله بمطاردة مدرعاته لتكبيده أكبر الخسائر. وبينما يخوض البطل قتالا داريا مع مدرعات العدو، وبينما يتعالى صوت الأذان من مسجد قرية المحسمة القريب، تسقط إحدى دانات مدفعية العدو بالقرب منه لتصيبه، ويسقط الرجل الأسطوري جريحا، فيسرع إليه رجاله لإنقاذه، ولكنه يطلب منهم الاستمرار في معركتهم من أجل مصر ليلفظ أنفاسه وينضم إلى طابور الشهداء. عليهم جميعا رحمة الله.